املنا ان شاء الله في رمضان اللي جاي انه الناس تبقى محترمه الشهر ده، لانه يعني انا كأب احيانا بحس بخوف لما بشوف في دراما فيها يعني حاجات خارجه او حاجات مش مناسبه، واحنا قاعدين في البيت وفي التلفزيونات. هتقول لي ما الولاد بيقعدوا على الانترنت. ايوه، ما بيقعدوا على الانترنت خلصه، وهو عارف وضميره بيوجعه وعارف انه ده كلام مش صح، وانه بيتخفى من الاثم، لان الاثم هو ما حاك في الصدر وخشيت ان يطلع عليه الناس. لما بيحس الولد حتى وهو رايح على الانترنت بيشوف حاجه كده ولا حاجه كده، ويبقى ضميره وجعه متضايق، مش مبسوط، حاسس بالذنب، بيستغفر بعد شويه، غير لما تبقى هو دي الدراما وهم دول النجوم بتوعه، وهو ده اللي بيشوفه مع ابوه في التلفزيون، هو ده المسلسل اللي فيه عنف ودم ومخدرات وانتصار للشر، هي دي هو ده الاعلام اللي فيه ضرب وشتيمه وشتايم وامك وابوك وقله ادب وعلى الهوى. لما بيشوف ده ويحس طب ما هو ده المجتمع كده بقى، المجتمع ده. طبعا دي حاجات يعني اللي عايزينه ان احنا نخاف ربنا فيها، يعني نتقي الله في الاجيال الجايه، لان احنا واحنا بنعمل مسلسل او احنا بنعمل برنامج او احنا بنكتب في جورنان، عارفين ان احنا ما بنكتبش بس عشان نكسب دلوقتي، انت ممكن تكسب دلوقتي وتخسر كتير قوي بعدين، دنيا واخره، او ممكن تبقى دلوقتي حريص وواخد بالك ومراعي ربنا وتلاقي الناس جايه لك. ليه الناس تجي لك؟ الناس تجي لك علشان في قيمه، في معنى، في رساله. مش معنى ان في رساله يا جماعه انها موعظه، لا، سلي ودي معنى، سلي ودي. سواء احنا لما بنشوف معلش يعني فيلم صلاح الدين الايوبي ده من اوله لاخره ما فيهوش حاجه تخدش حياتك، وفي منتهى قمه المتعه ثم قمة المعنى النبيل الجميل، كل الحاجات. مش يعني هتقولي انت جايب فيلم مثلا بيناقش شخصية تاريخية، من دقيقة مديك فيلم ماد ماكس اللي هو فيلم لسه فيلم امريكي لسه فايز بحزمة اوسكارات كده مع بعض، يعني شوية كتير الحاجات اللي هو فايز بيها دي، بتقول ان هو فيلم شيق وجميل، واللي شافوا الفيلم قالوا انه حلو. انا شفت الفيلم فظيع وما فيهوش اي حاجه وحشه، بالعكس في معنى وفي قيمه وفي نبل وفي اخلاق وفي مشاعر انسانيه وفي حاجات حلوه كتير، زائد الاثاره. يعني الاثاره مش ضد، يعني مش معنى انه فن لازم الاثاره في الفن، او ان انا فنان فلازم يبقى في رقصه ازازه بيره كده في المشهد بتاع الجو ده، لا، الكلام ده على فكره والله الناس بتحتقره وما بتحبوش. فارجو ان احنا في رمضان ناخد بالنا من الحاجات دي، وارجو كمان لان احنا بعد رمضان هنفتح محاكمات على هذه الاعمال الدراميه، فما ينفعش الاعلام، معلش انا اسف هقول الكلمه دي ومش هقول انا قصدي ايه، ما ينفعش الاعلام يفتح محاكمات عن اعمال دراميه والاعلام يكون فيه مصاب بنفس هذا المرض. الاعلام كمان لازم يتطهر من النوازع الشخصيه ويتطهر من السعي لاثاره غرائز الناس بالعنف او بالشتايم او بالتراشق او بالضرب او بالحاجات دي، برضو الاعلام لازم يتطهر. لا ابرئ نفسي من اي وصيه اوصيها الى الناس، واوصي نفسي واياكم، وربنا كبير.